الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الأعزاء، ما إلى صوتنا همين دنب أما بردنب بر أربعة بر أربعة إن بالله وضعنا هذه إله إكرار نقض إله ندرسي الأيام الأول من عشر ذي الحجة ثم كمالا وأنكر ريتي بالعرف عشر ذي الحجة وإلهي كدار ذي بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر إلهي ما كدار ذي الأري ما لمهاس وطمك بالعرف أنكر يم إيه إلهي ولي كدار ذونا ما دليل أنها إن والشيء قيم لا إلهي ولا دي قيمك لا إيه هذه إيه اهتمام اهتمام إن لين والفجر وليال عشر فجرك ما لك جيد الأري فجر يوم النحر ما لنت أوه هديد يوضحيد لقوريو ما لنت سا إلهي كناردي ويربا والخصيصي بعد دين وليالي عشر ما إلا رهمي يالك أوه طمونك أوه عشر ذي الحجة إيه طمونك أسما إلي شيقي إن كنوين أما مقابل أن لغضايان العشر الأواخر من رمضان عشر الأواخر كأو رمضان إيه ولفضل إلهي سي وخير إلهي أمدان كيبوحي أوكال أنت نساس أوكال خير يا إلهي والي ما يولى عشر الأواخر من رمضان ما يبقى فضلك ما يكسبتي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر طبعا كاسانا فضل بضن أما تمنكم أو عشر عرفة إيه وزنو ما يكسب دائنا أجرك ما يكسب دائنا فيه يوم عرفة ما لنتي عرفة أو أفضل أيام الدنيا الدنيا ولي ما لن أل أرقو إليه هكبت ما لم أنك فضل بضن إيه يوم عرفة والمضى بعض الجنة ما يرينا هذه مالن لنسبة مالمو عشرة الحجة فضل بضم لأن عرفيك جرته هذه هميك الأرانة همينة أو عشرة الأواخر يا فضل بضم لأن فيه ليلة القدر وعلى كل حال تمكن دم وهذا بالله وان تمكن هراء وهذا بريك دم بالله وضايع تمكن أدي أدي فضل بضمه تمكن أدي أدي خير بضم نحن يا إلهي أنواله تي إلهي القرآنك كتلما ميو في أيام المعلومات حج كمرك حجاجة سيدان إلهي مرة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الأيام المعلومات هي أيام العشر أما الأيام المعدودات هي أيام التشريق تميل كو تميل لم تميل سديد أيام المعدودات واذكروا الله في أيام المعدودات أما أيام المعلومات أي أيام العشر الأول طمن كهر واي مرك ما يلم باهنا طمن كاسرة إمون الددال داري إيه إن لبي أو البطن عبادة إيه يعني نجدوي لصوبي عبادة ما يكمل ده أعمال صالحة عام إيه حديث صحيح ما هي أروى الرسول كان عليه الصلاة والسلام ما من أيام أحب إلى الله من العمل الصالح فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن يتعبد الله فيها من هذه الأيام يعني أيام العشر طمنكم هر وعرفه إلهي ما على مر الأرجاء ومجرت أو أنك جيلا بدن وعبادين للصوبي ما على ماذا سمته ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني من أيام العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قالوا ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء حتى لانك مجاهد كأه هذه النفتيس مالي في سبيل الله كبحان أنهاينا عملك أيام ظل صوبي مدير قرآه مارك عمل العمل الصالح ما هو العمل الصالح كل ما يتقرب إلى الله والبإله لانك رواضه يكمل إيه ما ينك مهم سنة صونك يانك مدى لأن صونك أم الحسنات هذه صونك لانك صوم ما ينسور قلاسه إن صلاة بضن تكدو إن قرآن بضن أخريو إن ذكر إلهي والبضن حسو إن قلب جيه النقل هذا أو مساكنتي أرامل أن كالمو يو صونك ما يو هذا رجلك أو رسولك دردار كدال بماري عليك بالصوم فإنه لا عدل له إي لا مثل له واللطوء مجر مارك عمل صالح مارك لا أرى صونك ما ينك فلي قيبوين يا أنك فلي سي رب العزة حديث القدس قاري الصوم لي وأنا أجزي به صونك أني الله أنا إنك أبا المرية ما يبالي عمل إخلاص إذن كنواي بعض كان والله رجل لكن صونك ما لنا قال سرهم بين العبد وبين ربه مرك أيانتم العشر الأول من عرفة أو من ذي الحجة
ما إذا في إله إن لكم وليك صوم كر أو ديزك صوم سقال كبر صوم ما نطمع نعيد واي ما كجرت لكن سقال كبر إنه صوم هذه أول كون سد مالك كصوم تضبات سيدة سقالات هذه أول دي إن لها إن أمجري أول كتالوبة فلا قل من أن يصوم يوم عرفة ما لن تعرف إنه صوم والكير مجر صيام عرفة يقول عليه الصلاة والسلام ما في الصحيح صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية لما سن ذنب جو يا إلهي كنافه هل مالن صون جوا أو يوم عرفة إيه سنة دي هم بودي ذنب جو إلهي كنافه تان جيدونا إلهي كحفظ ذيك إلى ليه هذه ذنبك اللي دون إلهي ما يكون إلهام إن هذا التوبة استغفار لكويت أو إلهي ذنبك أساس كي كناف مركزاس وعمل كاس يا مهم أنك إيه إن أولو سوبي عبادة صون كمدة إحساق إلى الناس النظر والعطف على المساكين والفقراء والأيتام والأرامل ولأن صوبي كرتو خير إيه نين هذا صوبي أو ما لنت سقالات كان صونجة أنك يران صوبي ده أتيك لما جي كورمري سدي كويل أما عشر الأول ضم بصونت والملك الجيد رمضان بول صوبي صدوم بريه ليس واجبا والواجب هذا كسارة لكن من باب الفضل ومن باب التكثير الحسنات عند الله سبحانه وتعالى ما يكلك مدها أعمالهم أو عشر عشر الأيام أو لك ختمي ما لن تمناتك إيه ما لن كباه جلنا كم سنك أضحي مسبي أضحي الأضحية سنة في حقنا واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم نبغى أن واجبك هايتي لكن أمضك الأول سناي ولا نجده يسني أنت مرك أضحي داس أو مندوبك إيه أو مستحب إيه أو مؤكد إيه رسولك في علجي يقول لك سنات عليه الصلاة والسلام إن لك إذا كنت دار جهد بنسي ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم وسمى الله وكبر ما إلا لما قال ينبوين إذا لئي ينبوين يا رسولك أضحي عليه الصلاة والسلام وأنا بسم الله يا أري الله أكبر أري أنا ما يكلم إنك ترى إنك بقدر كسلين عليه الصلاة والسلام مل بله لك حسوا أنا بقول والله كسليه ما إلا فإن قبل أضحي إن جيدي أو ولب نفتيز قاري هذه سعود لي هذه كلامنا حاضر من الكوي لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سيدنا فاطمة الزهراء قال يا فاطمة أشهدي أضحيتك أضحيت سوء أري حاضر فإن الله يغفر للمضحي أول قطرة دم منها ليك بقيت فرو إلى هذا بيجي إلى فلان مركين أضميل أضحيت القاري وأض نفتسيت هذه القاري كرتون القاري هذه كلامنا لأن وكيلت أدين حاضر هات هذا أفضل إيه ما يكلا سنعها هذه لك دونوين أسؤول حيث يوم العاشر إيوالي كدنبوي يوم العاشر واليوم الحادي عشر ثاني عشر ثالث عشر ودحدي جرت مالك هذه أضع إن أضع حيث نيو يسنته ما يلقوا فذا السنة إيه إن أضع إدنا إنجرنا تنتنا إنكوين ولهذا بركب الله وطه لكن أضع حيث فضوها إيه إن بدي شيء والبقى قوين لك فذا ليش الذي بقى نوع إلهي دافع مالك هبنو غاس أو قيامها كينا قد دونان إن هذا يؤذن بالله هكين كنغن يؤذن بقى الله دافي إن الديار كان هكين نغضان تنتان هكين نغض هكذا يعني تنتان أولوك يا ورطبة مضاق إيو شاروبك إيو إبطيتينك إيو العانة ميلو أولي جدوي إن تنتان لقوي أما اللحية فلا ينبغي أن يحلقها مسلم أو يقصفها إما سقابي أما والقوي ما بمال جدوي نب اعفو اللحى اعفو الشوارب واعفو اللحى احفو الشوارب واعفو اللحى خالف المجوس الا هدوس نظامي وترتيبي توسي قرحي ما هن على كل حال والالور اضحي داس انت كدي راس هدي ملبا يومك عرف يومك ذي الحجه اول بالله وضه ان هذا الديار كان انجرنا تنتنا قد انجرنا سازلك اماني ونصنعت سياد الذنبك اللهم الهي كين افو البدنه جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر إسنغنا آما لنك وباهم نسياء إلنك هم بمبهو وضحيد ما إلى رأي سدقي بن كويل وإلى لنك سدقي بن كويل قيبو إديس آمس إيقيبو صدقايو لأجل ثواب الآخرة إيقيبو جيران شيء أصحابتك هدية يو زيادة يشلبيو لفذي ما إلى لفذي إن عمر كفران الدياري نغت ولو سألف سيئي كتلقى لين كويله هذا ببربارين كبلاه ويكسي هرو ببربارين كبلاه قال صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مضاياكم وضحيدين كل صايا ما يولي الصراط كدابسي كنا قضايا
سراتك يدها بس يمكن الله يعني كله صحيح أفر عيبنا الله أنا شرطوه في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام أربع لا تجزي الأضحية أفر شيء أهلاه أضحي من قداس ما يين العوراء البين عورها تيلو بيلن أم عوراء أو البيلتي عدن عد ما بلا نفك أدي إلا بيلة هلب جي ناقصة وارم هاتي هو مقيم الرواجة كمدة بيلة هلب جي روان ناقصة تلمد اللوت بيلة كسي درنته والبريضة البين مرضها تجير انه أبي ببطو يا ابن نفسي نف نف الله يتونا بكين كويس أضحية من قداس والعرجاء البين ضلعها نفجيسة أو لطيك جبسن أما كقهم أو جسمي دي عد وزن أضحية من قداس ولي وليركو لطلع لطياس والمدبو والعجفاء التي لا تمري تحييسة أو نوح الله يعني يد أضحية من قداس أفرتاس أضحية من قدايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي أفرت أصوار إنك هاينة إرنكو أضحي شيء إذا لي أم إرنكت أم اللو أم قال سديداس أوه أن عامت إيه إلهي نيك نعمي أنت أصوار أضحي قلاس قال هدي إيه إبل هدي إيه جمل هدي إيه ما يلف هذا شنسين الدير لأن ثنية يشنسين كبالله وضيه لو يرن هدي أتنا ما يلف هذا لما سنة طمعت سنين سدهات بلاوت إذا ليها ديئتنا هالسنة إذا ليها ديئته هالسنة هو برمايته بربارنتي وفيلة من السنين يكب الأوضاس وكلها ما أخذوا من الحديث ضحوا من الثني ولا لك أضحي سمية والثني إيه وفان بصدي مارك إذا ليها ديئت هالسنة يا ثني كنا غضا زيلا إرنقتها ديئينا أم اللؤتنا لما السنة سنين سدهات قل ثني أنا غضاس قال هدي أي شنسين أندرنا ثاني من نقضوا مركز عساء وصلنا لفده هذه إرنج أيه إذا عليه هذا يو إرنج هذا بالقف يعني كفنم لكن هالقف ما يلوذ أجيك ولا أهلدي إسلامتيس أولاديس لوذ أخرهم ولا وصلنا فقديس كواجبتي نفقد أم أودي وائل أديس وائل لجلايا لكن لانك شريديس داي وضحت أصي أهل بيدي هذه لؤتة أم قال أتنا ما كشركة وضنا تضبط قوس تضبط حافظ قوس الدقم كشركة أخرى نفكو قال إنها قدر قيلة تضبلن قيب صد كرة أجر يلا مقيمة سبعة كديب وقاس كبا أساس أجر كان خشل هذا أما له هدية أساس أوكلا دب هذا سهاتا تضبلن يوم كم ذا كرة مرك بارك الله فيكم أبو حيداس أوه أيام العشر لك ختمونا هل كتر قالوا إلا الأرواب واحد من الآن هكذا يار قلوي صوم كاس ولي الكدير كون هل كصومي ولي كلا أخر قرط قرآن أخريس إلهي ذكري صلاة جماعة لك تكذ الله المستعان صنود الله بدي قيام الليل صلاة الضحى لبضي تسبيح تهليل مرة أرقب إلهي أضحست والإحسان إلى الناس يعني أن هل معنا أيتام أرامل مساكنت تذكر حوتك إيه أو رفاتس إن هذا جيك أيانتم أو فضل بضن ولي إن جاي كرت أو راشين إن جيت ولي هذا كنانت ولا انكترت أما سعي ذهتا الساعي على الأيتام والأرامل كالمجاهد في سبيل الله أو قال وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر لانك مساكين غوراو ولم ويديو ان ديغو حاجتي ان غدو ميلتو ايا لمجاهد في سبيل الله ايه مايكل لتو ايه لان صائم او غفران مايكل لتو ايه لان همين كي سرون قيام الليل او ما بن فطورن انت ازم ويلا كرم له لكن مساكين دو ولم اروريد كركن اروريد فراشي كن اروريد داود ان جيت انت هذا جرعه لان صوبي او كلا كلاس marka ay la kadeemi doonaanay ad roob hadu bogdo hay midan ad guriga ka jeerta asheero hay laga may ka jeere dash balow dash ka jeer roob mu reebo irim reebas dhan mu reebas hagaaya la ka jeer marka lan kaas lan gargaaro dadkaas oo aaylada ah wuxuu tiga meelas degan baraka ayelka halan deemi lahaado dadka xukuumada ah dadka maal qabeenka ah ganacsiga ah ama dadka hata wajahada ah akhyaarta ah halan sacayoo dadkaas lan la aragoobo goolos ka filan oo martid roob كك أشيروا أما رحمتك كك بتبادوا أما كلارك كك بتبادوا أولادي سيسونه لبعتض امتيال إلهي كك جرجاروا أرزاقنا غضاس هلا كك جرجاروا إلهي أدين كك جرجاروا هل تنصرونا وترزقونا إلا بضعفائكم سأسأل لينا بقى الإسلام ورسين جرجاري ورسين أرزاقي إلا تذكر ضعفتي الدعاء يومهن أي بدعاء ضعفائكم بابتهالهم إلى الله سبحانه وتعالى الرحمون يرحمهم الرحمن يقول عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم
من في السماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم المسلمين أجمعين ويرحم المستضعفين والمضطهدين والمشردين في بلادي في كل مكان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.